بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية. نفعنا الله بعلومهما في الدارين، آمين. كتاب الأقضية والشهادات، يعني كأنه يقول كتاب أحكام الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء، الأصل فيها هنحكم بينهم بما أنزل الله، يبقى الحكم القضائي. الفرق بينه وبين الحكم وبين قول المفتي أن الحكم القضائي فيه إلزام، أما قول المفتي لا إلزام فيه. يبقى الفرق بين الفتية والقضاء هو الإلزام، المفتي يقول حكم الله بغير إلزام، أما القاضي فيقول ويلزم بتنفيذ الحكم. فالأقضية جمع قضاء، وهو لغة إحكام الشيء، يقول قضى الشيء فقضاهن سبع سماوات في يومين، قضاهن سبع سماوات يعني أحكمهن وأتقنهن. يبقى أصل القضاء الإحكام، ده من حيث اللغة. وإمضاء الشيء على الوجه الأكمل يعني. شرعا فصل الحكومة بين خصمين بحكم الله تعالى، فصل الحكومة يعني الحكمة، الحكومة هنا اللي هو الحكم. لما يبقى في خصومة يأتي القاضي يفصل بينها، إيه بين الخصمين. أيوة، النسخة القديمة فصل الخصومة بين الخصمين. وفي خصومة، في نسخة الحكومة، في نسختين، فصل الخصومة أو فصل الحكومة. فصل الحكومة يعني فصل الحكمة بين خصمين، أو فصل الخصومة يعني إنهاء الخصومة بقضاء بحكم الله تعالى. هو طبعا حقه إيه كان يقول مع الإلزام، علشان إيه؟ عشان يفصل بين إفتاء المفتي وحكم القاضي، الفرق بينهم هو الإلزام، ولا بد أن يكون بحكم الله تعالى، يعني على مقتضى حكم الله تعالى على قدر فهم القاضي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. لأن في رواية رواها أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة اللي هم مين؟ إحنا عندنا كتب الست، شيل البخاري ومسلم يتبقى إيه؟ أصحاب السنن الأربعة، اللي هو سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. لما نقول أصحاب السنن الأربعة نقصد دول. روى في أصحاب السنة الأربعة وكذا الحكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض يحكم بحكم الله وهو يعلم فهو في الجنة، وقاض يحكم دون أن يعلم فهو في النار، وقاض يعلم حكم الله ويحكم بخلافه فهو في النار. يعني كأن إيه؟ من كل ثلاث قضاة واحد في الجنة واثنين في النار، ربنا ينجي. بقول لي كده لأحد قضاة أصدقائي قاضي، بيقول لي دكتور عزمان، إنما الوقت واحد في المليون من كتر ما إيه انتشر الفساد يعني في المهنة، لكن نسأل الله السلامة. لكن بيقول ده كان زمان من كل ثلاثة واحد في الجنة واثنين في النار، لو قلت لي لا، لما واحد في الألف ولا واحد في الجنة، فربنا ينجينا. يبقى الأصل فيها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أدي الأصل. فيبقى إيه؟
كل ما بعد النبي يحكم بمقتضى الخلافة النبوية، فيبقى كل حاكم للمسلمين لابد أن يولي قضاء يحكم بما أنزل الله. وبرضه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكمان قول الله وإن الحكم إلا لله، كل دي آيات تدل على الحكم بين الناس، وشكل أهل الحكومة هي الحكم بين الناس. يسموا الحكومة اللي هي بتدير البلد حكومة، ليه؟ عشان بتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في نواحي الحياة المختلفة بقى، نواحي المباني، نواحي الصحة، نواحي التعليم، نواحي كل حاجة بقى، فسموها الحكومة عشان بتحكم. والشهادات جمع شهادة، مصدر شهدة، مأخوذة من الشهود بمعنى الحضور. أما تقول أنا كنت شاهد المسألة دي، يعني كنت حاضر، يبقى الشهادة جاية من الشهود وهو الحضور. والقضاء فرض كفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن كل الأمة، أو عن سقط عن كل من فيه الصلاحية للقضاء. افرض البلد فيها مثلا 100 صالح للقضاء، يبقى لو تولى منهم 2 سقط الاسم عن الآخرين، خلاص فهو فرض كفاية. طب افرض البلد بحالة ما فيهوش إلا واحد بس صالح للقضاء، يبقى تعين عليه، فهمت؟ يبقى فرض كفاية إن كان متوفر شروط القضاء في عدد كبير من الناس فوق الحاجة، يبقى لكم البعض يسقط عن الآخر. لكن هي فرض عين إمتى؟ إن لم يتيسر إلا واحد والبلد محتاجة واحد، يبقى تعين ما يهربش. طبعا معروف إن القضاء مسؤولية كبيرة لدرجة إن إن كثير من العلماء الكبار كانوا يرفضوه لأنه كان فرض كفاية مش متعين عليه. عرض على الإمام الشافعي رفضه، عين قاضي في اليمن فترة في عمره، وبعد كده لما قابل سيدنا سفيان بن عيينة قال له ما لهذا خلقت، لا تضيع وقتك في الوظائف، لأن يعني ما يضيع وقته في العلم وتثبيت أركان العلم أحسن، إنما هينشغل في القضاء بين الناس يضيع فقه الإمام الشافعي. فنصحه ابن عيينة أنه يتفرغ للعلم والتصنيف والاستنباط المسائل، ما يضيعش وقت الخصومات بين الناس. فسمع نصيحة سيدنا سفيان بن عيينة في الحجاز، فترك القضاء وما رجعلوش إلى أن مات الإمام الشافعي. عرض القضاء على الإمام أبو حنيفة حتى لدرجة أنه رفض وسجن من أجل أنه رفض. يبقى كانوا الأئمة كتير يخافوا من وكان في الفترة دي مش متعين عليهم. ليه بقى؟ لأن في الفترة دي كان في أعداد كبيرة من الناس فيها شروط القضاء. وعشان كده يقول لك القضاء فرض كفاية، فإن تعين على شخص لزمه طلبه. يعني افرض واحد متوفرة فيه شروط القضاء والحاكم ما يعرفوش، والحاكم عايز ينصب قاضي في الحتة دي في البلدة دي، يبقى في الحالة دي يتعين عليه انه يعرفه بنفسه ويروح مقدم سي في، واخد بالك بتاعه اللي هو السي في اللي هو اللي هو يعني بيسموها كوريكولم فيتال اللي هي سيرة ذاتية. يقدم سيرة ذاتية فيها خبراته، عشان يبقى في الحالة دي مش بيطلب الولاية، لان طلب الولاية منهي عنه اذا كان متوفر عدد كبير من الناس صالح للولاية. يبقى في الحالة دي ما تتقدمش، يكفيك غيرك أحسن. لكن لما يبقى ما فيش غيره والحاكم ما يعرفش، ما ممكن الحاكم لما ما يعرفش يولي واحد غير صالح، أي حد بقى يقوم يعم الفساد في البلد. وعلشان كده يقول لك فإن تعين على شخص لازمه طلبه،
يعني ساعتها ما يكونش ايه بيطلب الولايه بقى، لا ده ايه بيسد ثغره بدل ما ياتي من لا يصلح. ولا يجوز ان يلي القضاء الا من استكملت فيه 15 خصله، 15، وفي النسخ 15 خصله، يبقى 15 على اعتبار ان هي شرط يعني، والشرط مذكر، و15 على اعتبار خصلة، يعني ينفع الاثنين يعني 15 و15. يبقى علشان الحاكم يولي قاضي لابد يكون متوفر في هذا القاضي 15 صفة عشان ايه يبقى صالح للقضاء. احدها الاسلام، فلا تصح ولاية الكافر، لان احنا في بلاد مسلم، فما ينفعش ان انا ايه اعين قاضي غير مسلم، لان احنا هنحكم بما انزل الله. طب غير المسلم ده ما يعرفش ما انزل الله، لا دارس قران ولا دارس سنه ولا يعرف، يبقى لابد يبقى القاضي مسلم. احدها الاسلام، فلا تصح ولايه الكافر، يعني لا تصح ولايه القاضي غير المسلم في بلاد المسلمين. فهمت بقى المساله؟ بلاد المسلمين يبقى القاضي مسلم. فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر مثله، ولو كان هيقضي حتى بين غير المسلمين في بلاد المسلمين، لأن ممكن تبقى في أقليات غير مسلمة عايشة في بلاد المسلمين. أيام ما كان الإسلام له قوة كان القاضي المسلم هو اللي بيحكم حتى بين غير المسلمين. كويس؟ قال الماوردي: وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. يعني إيه؟ يعني بعض أقليات غير المسلمين في بلاد المسلمين تعارف الحكام أن يولوا قاضي ليهم يقضي في النزاعات بينهم خاص بيه، فقال لك أن دي مش قضاء، ده دي رئاسة وسياسة وليس قضاء، بناء على أن حكمه حتى غير ملزم، ولكن هو لرفع الخلاف بس، يعني لا يستطيع أن يلزم لأنه ليس له قوة القاضي. فهم؟ لكن ده بس مجرد رئاسة وزعامة وقيادة وإيه و يعني تخفيف المسؤولية عن القاضي المسلم ليتفرغ للقضاء بين المسلمين، واخد بالك؟ وبالتالي لو ما نفذش الذمي الحكم اللي قاله القاضي غير المسلم عليه لا يأثم ولا يقاضى، لأنه كلامه غير ملزم، وله أنه هو يشتكي ويرفع المسألة للقاضي المسلم يقضي فيه. شفت قد إيه؟ لأنه ليس ولاية قضاء، دي ولاية زعامة وسياسة. ومن نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. الوقت طبعا نظام الحكم في الإسلام تغير بقى، اسمها حكومة مدنية، حكومة مدنية. الحكم المدني ممكن يجيز بعد ما تقنين القوانين والقانون، ما بقاش بيؤخذ من الشرع مباشرة، ده الأول بيمر بمراحل، القانون بيمر بمراحل في العصر بتاعنا، مراحل لحد ما يوصل لمرحلة بنود قانونية. البنود القانونية دي كلها مش بيجيب بقى من القرآن والسنة، لا ده بيقرأ البنود القانونية اللي عنده، واخد بالك، واللوائح اللي عنده بيحكم من خلاله مباشرة، خدت بالك؟ ده نظام القضاء الحالي. وبالتالي القضاء الحالي في الحكومات المدنية ممكن يبقى فيه قاضي غير مسلم ويقضي بين غير المسلمين، بل ويقضي على المسلمين لأنه بيقضي بمقتضى بنود، فهمت ازاي، من القانون. لكن ما زال الشرع يجيز للمسلم اذا كان القاضي غير مسلم انه ايه يطلب تحويل قضيته الى دائره اخرى من حقه، واخد بالك، ويرفض ان القاضي غير المسلم ايه. لكن لو ما طلبش فخلاص تنفذ، يبقى بتختلف الاحكام. لكن الاحكام اللي بيقولها هنا القاضي ابي شجاع في التاريخ بتاعه أيام ما كان المسلمين هم اللي حاكمين، وكانت الدول كلها منقادة لحكم الإسلام برغبتها، حتى غير المسلمين كانوا منقادين لحكم الإسلام برغبتهم،
وبالتالي هذه الأحكام ممكن يحصل فيها بعض التعديل بسبب تغير النظم القائمة الحالية. وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء، ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامه. يعني هو لا يلزمه، لكن هو اللي المحكوم عليه هو اللي يلزم نفسه. فهمت المسألة بقى؟ والثاني والثالث والبلوغ والعقل. فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا. يعني ما ينفعش واحد بيجيله أطوار بيتجنن فيها وبعدين يخف وبعدين يتجنن ويخف، لأن في بعض أمراض سيزونال يجيله إيه مع تغير الفصول يجيله إيه خلل في إيه في إدراكه للواقع، فيقولوا عليه ده إيه عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. ده عملوا الأغنية دي، ده أنا مرض فعلا عند المرضى النفسيين، واخد بالك؟ فإذا كان من هذا النوع يعني بيجيله شهر في السنة ولا شهرين في السنة يجيله جنون وبعد كده يخف ويبقى كويس بقية السنة، النوعية دي يستحسن ما يشتغلش قاضي، يشتغل أي وظيفة أخرى لكن ما يشتغلش قاضي. والثاني والثالث والبلوغ والعقل. فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا، يعني أو لا يطبق جنونه، يعني يبقى متقطع، يبقى أطبق يعني استمر، أو لا أو لا يطبق يعني لا يستمر، متقطع يعني اللي احنا قلناها عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. عارفين الفيلم بتاع اسماعيل ياسين؟ والرابع الشرط الرابع الحرية. فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعض، لأن كان زمان في رقيق، دلوقتي خلاص الشرط الحرية مش موجود. ليه؟ لأن الكل بقى حر. هنقول ايه اشترط حر؟ طب ما هو كل الناس احرار، هو في عبيد؟ ما عندناش عبيد خلاص. وبالتالي شرط الحريه في زماننا ده يسقط. ليه؟ مش يسقط عشان انه ما فيش، لا علشان الكل احرار ما فيش رقيق. والخامس الذكوريه. يعني ايام حكم المماليك كانوا المماليك بيحكموا البلد لكن ما ينفعش يبقوا قضاه. تملي القضاه يبقوا الاحرار. شوف من رغم ان الحاكم مملوك. شوف المماليك دول حكموا مصر سنين طويلة، لكن القضاة كانوا لابد أن يكونوا أحرار. أيام العز بن عبد السلام وغيره أحرار، درجة حكم عليهم يبيعوا نفسهم علشان الدولة محتاجة أموال علشان تحارب إيه الصليبيين. فالعز بن عبد السلام قال للحكام بيعوا نفسكم لأن أنتم من أموال الدولة. وفعلا عرضوا نفسهم وخدوا هذه الأسمان بتحطوها نفقة على التجيش الجيوش علشان حروب الصليبيين، مش كده؟ قالوا على عز بن السلام بائع الحكام. يبقى لازم القاضي يبقى حر، ما ينفعش حتى ايام ما كان اللي بيحكمنا رقيق ايام المماليك. فهمت ازاي؟ لازم القاضي يبقى حر. والخامس الذكوريه. ما ينفعش في القضاء على مذهب الشافعيه ان تتولى المراه القضاء في المذهب الشافعي، وكذا المالكيه الراجح، وكذا الأحناف، وكذا الحنابلة. تصح على المذهب. تصح على وجوه بعض المجتهدين من داخل المذهب زي الإمام الطبراني، واخد بالك؟ بعض المجتهدين أجازوا ذلك من المذاهب الأخرى. ليه بقى؟ قالوا لأن القضاء عايز مزاج معتدل، والمرأة طبيعتها والدورة الشهرية اللي بتجيلها والحمل والرضاعة وانقطاع الدورة والاضطراب النفسي اللي بيبقى مصحوب بهذه التغيرات الكثيرة فيها بيجعلها غير سوية نفسيا طول العام، وبالتالي لا يصح القاضي أن يقضي وهو في مزاج غير معتدل. يبقى ده رحمة بالمرأة بقى، مش علشان المجتمع ذكوري، لا ده رحمة بها وشفقة عليها أن تتحمل مسؤولية أمام الله وأمام الناس وهي غير مؤهلة لأن تتحملها. يبقى ده رحمة بيها مش علشان مجتمع ذكوري، لأن المرأة شوف أنت اللي بتردع دي طول الليل سهرانة بتردع، وتصحى الصبح تروح المحكمة تحكم وهي ما نمتش طول الليل، طب هتحكم إيه بقى دي مسكين؟ فاهم؟
ومرة عليها الدورة وعندها مغص ومرة عندها مش عارف ايه، فازاي هتبقى امورها مستقرة فلا تتغير احوالها؟ فطبيعتها فيسيولوجيا بتخليها غير مستقرة، وبالتالي لا تصلح للقضاء. بالإضافة لأن في بعض القضايا تخدش الحياة، زي القضايا المتعلقة بالعرض والاغتصاب والزنا والحاجات دي تخدش حياة المرأة، فلا تصح المرأة أن هي إيه تنظر فيه. كويس، يبقى علشان كده المرأة لا تصلح للقضاء على المذاهب الأربعة من أجل إيه؟ طبيعتها اللي ربنا خلق عليه، طبيعة مرهفة، هتتعامل إزاي مع المجرمين؟ وسفاحين، واحد يبقى قتال قتل واحد، يعني هتبقى صعبة المرأة تتعامل مع مثل هذه إيه؟ الأمور. وبالتالي المذاهب الأربعة قالوا إن المرأة لا تتولى القضاء. الإمام أبو حنيفة عنده قول، وكذا في قول في وجوه عند الشافعية، إن المرأة لها أن تتولى القضاء في بعض الأمور المالية، في بعض النزاعات المالية، المعاملات التجارية، معاملات مالية، ما فيش مشكلة دي. لكن الحاجات المتعلقة بالحدود والجنايات والحاجات دي إيه؟ لا يجوز للمرأة أن تتولاها، لا لخلل في عقلها، لا محدش قال إن الخلل في عقلها، لا، ولكن لطبيعتها النفسية، مراعاة لطبيعتها النفسية. وعشان كده قال لك يشترط في تولية القاضي أن يكون إيه؟ الذكورية. يبقى عندنا الإسلام والبلوغ والعقل والإيه والحرية والذكورية. فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى، الخنثى اللي هو مش معروف ذكر ولا أنثى، ما ينفعش. ولو ولي الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. المذهب اللي هو الراجح في الطرق، الراجح في الطرق يسموه المذهب. يعني افرض واحد خنثى تولى القضاء لانه مظهره راجل، لكن ما كناش نعرف ده راجل وما نعرفش خنثى ولا لا، وبعدين بعد كده حكم في قضايا ثم بان بعد حكمه انه ذكر، لا ينفذ حكمه على الراجح في المذهب، لانه عندما حكم لم تتضح ذكوريته بعد. لكن فيما يستقبل بعد ذلك ينفذ حكمه. والسادس العدالة. ايه هي العدالة؟ العدالة ده خلق يمنعه من ارتكاب الكبائر او فعل الرذيل من المباحات، خوارم المروءة يسموه. وكذلك يجعله ايه؟ لا يصر على الصواب. يبقى العدالة ايه هي العدالة؟ نفكها كده، نفك العدالة. العدالة ألا يرتكب كبيرة، تاني حاجة ألا يصر على صغير، تالت حاجة ألا يفعل من المباحات الرذائل. يعني مثلا ما يمشيش في الشارع يمص قصب كده ويرمي في الشارع كده، ويقعد كده ايه أزأز لب، ويلبس بنطلون جينز ويمسك سلسلة ويمشي يعمل كده، دي مباحات مش حرام، لكنها ما تليقش لأن ده شغل الصايعين اللي يعملوا كده. يمشي بالبانة مثلا، يمشي يندغ لبانة ويبقى قاضي، ده ما ينفعش. احنا ما بنشتم راجل نقول ده راجل بالبانة، مش كده برضو؟ يبقى مع ان ندغ اللبان مباح لكنه رذيلة، يبقى اسمه خوارم ايه المبوحة. فهمت بقى؟ يبقى ليس كل مباح متاح، ليس كل مباح متاح، لان لو هتعمل كل المباحات هتتخرم مروءتك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى العدالة دي بقى اللي يشترط في العدالة في القاضي ايه؟ ألا يكون مش معروف انه ايه بيعمل كبير، ولو عمل صغيرة يتوب بسرعة لا يصر عليه، وما يعملش الرذائل من المباحات. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده اسمه راجل عدل. والعدالة تعتبر في الشهود وتعتبر في القضاء، في القاضي لازم، حتى اللي هيشهد لازم يكون برضه عدل. والسادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات، فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. افرض بقى قاضي، يعني الإمام أبو حنيفة عنده بعض التفاصيل في مذهبه، يقول لك لو الخمرة اللي هي معمولة من عصير العنب حطيناها على النار وقعدت تغلي لدرجة إن اتبخر تلتينها واتبقى تلتها، اللي باقي ده غير مسكر، اللي باقي غير مسكر، فلو شربوا ما يجراش حاجه. الشافعي يقول لك لا يجوز شرب الخمر الا اذا تخللت،
صار اتخلى، ولو شرب ده يبقى كأنه فاسق. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده بيقول لك وفاسق لا شبهة فيها. هنا فيها شبهة. فهمت المثال؟ يبقى ما تبقى في حاجة محرمة على مذهب وصحيحة على مذهب، يبقى ده وفعلها على المذهب الصحيح، يبقى ده ليه شبهة، ليه شبهة. إنما ما يعمل حاجة حرام على كل المذاهب، هي دي سقط العدالة. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة، طبعا لأنه هيحكم بما أنزل الله، فلا بد يبقى عارف أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد. ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ، يعني مش شرط يبقى عارف قصص الأنبياء ولا يعرف يوعظ ويبكي الناس، لا، احنا يهمنا يبقى عارف الأحكام، آيات الأحكام، وعارف ايه أحاديث الأحكام، ولو لم يحفظها لكن عارف وجوه الاستنباط منه. عارف مثلا ان ايه، ان المبين يقدم على المجمل، وان المقيد يقدم على المطلق، وان الناسخ يقدم على المنسوخ. فهمت ازاي؟ وان المتواتر يقدم على الآحاد، وجوه الترجيح يبقى فهم. فهمت؟ ادي المسألة. لكن مش شرط بقى يبقى واعظ كبير او يبقى حافظ قصص الأنبياء وعارف اسم كلب أهل الكهف اسمه إيه، والكلام اللي بيقولوه ده الناس العوام، لا مش مهم لي خالص، لأن دي مش هتفيده بالحكم. والثامن معرفة الإجماع، طبعا في الأحكام عشان لا يخالف الإجماع. يبقى كل من خالف الإجماع لا يصلح أن يكون قاضيا. يبقى ابن تيمية خالف إجماع عصري، الدكتور سعد الدين هلالي في هذا العصر يخالف إجماع أهل عصر، مثل هؤلاء الشخصيات ولو كان مشهور لها بالعلم مثلا، لكنها بتخالف الإجماع لا تصلح تبقى قضاء، لأنه أصبح كلامه غير معتمد. فهمت؟ يبقى لازم يكون عارف الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. أهل الحل والعقد اللي هم العلماء يعني، على أمر من الأمور. المراد طبعا بأهل الحل والعقد دون العوام، العوام ما لهمش في المسألة دي. أهل الحل والعقد يعني العلماء، إجماع العلماء، مش أغلبية التصويت. هو العلماء مثلا يمثلوا مثلا 1000 عالم، ولو عملنا تصويت على المسألة هيبقى إيه صوت العالم بواحد وصوت الجاهل بواحد، فيقول لك اصل احنا عملنا تصويت بالأغلبية. لا، ما ينفعش. ليه؟ لان الجاهل غير معتمد، الجاهل غير معتمد في المسألة. ولا يشترط معرفته لكل فرد من افراد الاجماع، يعني مش شرط يبقى عارف الاجماع في جميع افراد مسائل الفقه، يكفي في الفرع اللي هو بيشتغل فيه بس. في الفرع هو بيشتغل جنايات مثلا، يبقى في فرع الجنايات. بيشتغل مثلا معاملات مالية، يبقى في فرع المعاملات المالية. بيشتغل في ايه؟ في الاحوال الشخصية والطلاق والمواريث وكده، يبقى عارف، يبقى في فرعه إيه؟ يبقى عارف كل الاحكام الاجماع المتعلق بالفرع بتاعه، مش شرط بقى الاجماع في كل فروعه. ولا يشترط معرفته لكل فرد من افراد الاجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. التاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء، يبقى عارف المذاهب المختلفة اللي بين العلماء ووجوه الخلاف وأسباب الخلاف وكيف يرجح، مع إدراكه للواقع علشان يختار كمان من وسط خلاف العلماء ما لا يفسد الواقع ولا يعمل عنك مع الناس. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد، يعني كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام، لأن قد تطرأ مسألة لم يذكر فيها الفقهاء السابقين قول، ثم يعرف إزاي يستنبط هو وإيه للمسألة دي من الأدلة التي في بين يديه. يعني الحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب، يعني يعرف شوية لغة، شوية صرف، شوية نحو، لأن الأدلة بتاعته إيه؟ قرآن وسنة، ودي لغة عربية، فلا بد يبقى عنده علم باللغة العربية
علشان يعرف يطلع منها الأحكام. ومعرفة تفسير كتاب الله إجمالا كده يبقى عارف تفسير خصوصا آيات الأحكام، يبقى عارف تفسيرها وعارف مفرداتها وأسباب النزول والحاجات المتعلقة به. والثاني عشر أن يكون سميعا، يعني يكون سمعه سليم، ما تجيبش واحد أطرش هيسمع طب قول الناس إزاي، لكن لو سمعه تقيل وحد هيبلغه أو يركب سماعة ما فيش مانع. لو سمعه تقيل ونركب له سماعة أو نجيب له واحد يصيح في أذنه يمشي، طالما مش متوفر شروط القضاء إلا فيه. عشان كده أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنه فلا يصح تولية أصم. والثالث عشر أن يكون بصيرا، ما يكونش أعمى لكن ممكن أعور، يشوف بعين واحدة يمشي عشان يشوف حتى الشهود ويشوف الخصوم ويطالع الأوراق، فلا بد يبقى عنده إيه نوع من البصر. أن يكون بصيرا فلا يصح تولية أعمى ويجوز كونه أعور كما قال الروياني. الرابع عشر أن يكون كاتبا، وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه. أنا رأيي أن الأصح أن يكون كاتبا. طب ليه هم العلماء هنا قالوا الأصح خلافه؟ لأن النبي لم يكن كاتبا ولا قارئا وكان يحكم، بس دي خاص بالنبي فلا يقاس غيره. فاهم؟ يعني هم رجحوها ليه؟ قالوا لأن النبي كان لا يكتب ولا إيه يقرأ، وبالتالي وكان يقضي، فيبقى لا يشترط الكتابة والقراءة. نقول لهم لا، الذي عدم الكتابة والقراءة دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم تكميلا له، أما في غيره نقص، وبالتالي يشترط الكتابة، وبالتالي إحنا نرجح الوجه المرجوح. لأنه بيقول لك هنا إيه؟ والأصح خلافه، يعني لو يشترط أن يكون كاتبا، إحنا نقول لا، ده الأصح أن يكون كاتبا. لأنه مش معقول هتجيب قاضي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. لا، حتى العقل إيه لا يقبله في هذا الزمن. والخامس عشر أن يكون مستيقظا. مستيقظا يعني مش بتاع غفلة، يبقى منتبه، منتبه يعني ما يكونش عنده الزهايمر أو فاقد الذاكرة أو بينسى بسرعة، يعني يكون عنده إيه فطنة وذكاء ويقظة، عدم غفلة يعني. أن يكون مستيقظا فلا تصح تولية مغفل بأن اختل نظره أو فكره إما لكبر أو مرض أو غيره. ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه، آداب القضاء. أولا القاضي يستحب أن يجلس في مكان يبقى فيه هيبة عشان الناس تهاب القاضي، يبقى دي كده. وعلى شكل احنا حتى في القانون المصري يقول لك القضاة دول ليهم ايه؟ عندهم حصانة، بيدينهم حصانة كده. ليه؟ علشان محدش يتجرأ عليهم، يعني ما يجيش حتى عسكري مرور يوقفه يقوم ياخد منه رخص ويعامله معاملة المواطن العادي. ليه؟ لانه ليه حصانة، تبقى فيه باستمرار القضاء. دول رجال القضاء ليهم هيبة في نفوس الناس. فهمت؟ وان كان استخدمت عدم الحصانة الان بطريقة خطأ، فبقوا حتى اهل القانون يعتدوا على القانون. ده بسبب سوء بقى ايه تربية الناس، مش بسبب سوء الاحكام، لا، لان الناس ساعات يكون غير مربى فتستغل الاحكام الشرعية اللي هي تحصنها فتجعلها سببا لظلم الناس، فدي عايزة تربية. لكن المفروض ان القاضي يكون دي هيبة، وبالتالي يجلس في مكان كده مرتفع عن الناس، لما يجي ينظر في القضية يبقى هو قاعد في المكان عشان كل الناس تشوفه، وعشان كمان هو يشوف كل الناس ويشوف الشهود ويسمع ده ويلاحظ الناس اللي أمامه. يبقى إيه؟ يستحب أن يجلس في وسط البلد، يبقى لابد أن يكون مكان القضاء في وسط البلد. ليه في وسط البلد؟ عشان كل الناس سهلة تروح له، ما يبقاش في مكان بعيد الناس تتكلف مشقة على ما توصله. يبقى لابد المحاكم اللي بتفصل بين الناس تبقى في أماكن سهل الوصول إليه، ما يحط لكش إيه محكمة في الصحراء. طب أنا هوصل إزاي للصحراء؟ عشان كده قالك تبقى في وسط البلد. إذا اتسعت خطته، يعني مساحة البلد، فإن كانت البلد صغير نزل حيث شاء. بقى لو بلد صغيرة، ما هو لو قعد في أي حتة فيها ما كله قريب، لكن لما تبقى مدينة كبيرة زي القاهرة يبقى في وسط البلد.
ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز. لازم كمان قاعة المحكمة تبقى قاعة واسعة تكونش فيها أعمدة عشان ما يشوفش العمود، ممكن يحول بينه وبين رؤية الناس، فلازم تبقى كمان حتى في طريقة البناء تبنى بطريقة ما يبقاش فيها أعمدة ولا فيها زي المساجد اللي هي فيها أعمدة كده وسواد، لا قاعة المحكمة تبقاش فيها عشان يبقى كله أمامه مكان فسيح، ويبقى هو أعلى واحد يعني اللي يسموها المنصة دلوقتي، منصة القضاء. في موضع بارز فسيح ظاهر للناس بحيث وراء المستوطن والغريب والقوي والضعيف، يعني كل الناس تبقى عارفة ان مكان القضاء ده، ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد، بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن، يعني لازم طبعا يبقى في مكان مثقف ليه سقف، والوقت يبقى مثقف ومكيف وبيدلعوهم آخر دلع. ليه؟ لأنه ما ينفعش يقعدوا في حتة الدنيا تمطر وينزل المطر على الأوراق، وفي مكان في مهب الريح يطير ايه الأوراق اللي أمام القاضي، مش هينفع كده القضاء بالطريقة دي. ولا حجاب له، وما يكونش كمان عنده حجاب يحجبه عن وصول الدعوة إليه، لابد أن يكون سهل الوصول إليه علشان الناس تتحكم بسرعة وإلا تضيع. إنما ما يتخذ حجاب يمنعه الناس من الوصول إليه حرام، لكن لما يتخذ سكرتيريا أو مثلا معاونين ينظموا الداخلين عليه لا بأس، يعني ناس تنظم الداخلين عليه لا بأس إذا كان عليه تزاحم، لكن ما يتخص ناس تمنع وصول الناس عنه وإلا يبقى حرام. ولا حجاب له ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد برضه، لأن إيه خد بالك المسجد ده معمول للصلاة وللذكر مش للخصومات، فينزه المسجد عن القضاء في الخصومات إلا في حالة واحدة، لو القاضي بيصلي صلاة الجماعة وحصلت خصومة أمامه قدرا له أن يقضي فيها في الحال عشان يحل الأزمة وهو في المسجد، لكن ما يكونش المسجد هو موضعه الذي يقضي فيه بين الناس. فإن قضى فيه كره، فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها خصومة لم يكره فعلها فيه، وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر أو نحوه، يعني ملوش مكان يقضي فيه إلا مكان خلاء فنزلت مطرة له أنه هو يتخذ المسجد مؤقت. طبعا الحاجات دي مش موجودة في زماننا خلاص، فالوقت بيبنوا المحاكم وبيبنوا كل حاجة، الحاجات دي كانت زمان. ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء، لازم يسوي بين الخصمين إيه في ثلاث أشياء، إن إيه إن الاثنين يبقوا جالسين في مكان مستوي، ما يرفعش واحد على التاني إلا لو كان الخصم الآخر غير مسلم، فله إن هو يعلي مقام المسلم، وإيه زي ما سيدنا علي بن أبي طالب مشهور عنه وهو خليفة، وكان شريح القاضي كان موليه سيدنا علي، شريح القاضي تولى القضاء في الكوفة 40 سنة، كان موليه سيدنا إيه علي بن أبي طالب. سيدنا علي رايح السوق وهو خليفة المسلمين ساعتها، لقى الدرع بتاعه بيبيعه يهودي، ده الدرع بتاعي، قال لليهودي ايه ده الدرع بتاعي؟ قال له لا، ايه البينة بتاعتك؟ مفيش بينة، الظاهر واحد سرق الدرع بتاع سيدنا علي وباعه لليهودي واليهودي خدوا بيبيعه، فاهم؟ فسيدنا علي شافه في ايد اليهودي ده درعي، الراجل اليهودي لا ما عندكش بينة، قال له خلاص نروح للقاضي نعرض المسألة للقاضي، خليفة مع يهودي. دخل سيدنا علي واليهودي على ايه شريح القاضي، فشريح القاضي قعد سيدنا علي في مكان مرتفع، فقال له سيدنا علي لولا ان خصمي يهودي لو رفعتني في هذا المكان ما اقبلك قاضي، لانه قعده في مكان غير المكان الثاني، يعني لو كان الخصمين مسلمين يقعدوا في نفس المستوى. ثم بعد ذلك بقى ايه شريح سأل سيدنا علي ايه البينة بتاعتك ان ده، هل في شهود هل في ده، وفي الاخر قضى له انه لليهودي لانه في حيازته، والا يقسم سيدنا علي ويجيب شهود. فاليهودي زهر بقى ده خليفة المسلمين والقاضي بيعمل فيه كده، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اسلم هذا اليهودي. فراح سيدنا علي تنزل له عن الدرع واداله هديه، وبقى يحارب هذا الرجل اليهودي بعدما اسلم بهذا الدرع ويقاتل في سبيل الله.
كل ده بسبب ايه؟ يعني المشهورة القصة دي يعني معروفة مكتوبة في كتب التاريخ. يبقى ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء، أحدها التسوية في المجلس، فيجلس القاضي فيجلس القاضي الخصمين بين يدي إذا استويا شرعا، أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس. طبعا دي قضية الوقت قابلة للمناقشة، بقى تقول لي لأن الوقت بقت القاعدة المواطنة مش الذمة، فيبقى خلاص يخليهم مستويين في القاعدة بتاعتنا. في النسخة دي استويا شرفا. إذا استويا هي حقها شرفا فعلا، لأننا مكتوبة خطأ. هات قلم. هي حقها تبقى شرفا بس هي مكتوبة خطأ شرعا. والثاني التسوية في اللفظ أي الكلام، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر، يعني ما ينفعش يدي ده فرصة يكلمه ربع ساعة والتاني يجي يتكلم خمس دقايق يقول له كفاية كده، ما ينفعش. يبقى زي مادة لده مدة يدي التاني نفس المدة. والثالث التسوية في اللحظ، وكمان أما ينظر لهم ينظر لهم بنظرة متساوية، مش طول ما قاعد يبص لأحد الخصمين عشان صاحبه ويجيب له شاي ويدلعه والتاني أما يتكلم يقول له كفاية بقى كده قلبت دماغنا، ما ينفعش. يبقى ده ما ينفعش يبقى قاضي ده. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، يعني هو بيشتغل قاضي في دائرة المواطن ما ياخدش هدية من أي واحد من سكان المواطن، ممنوع. لكن ممكن ياخد هدية من واحد من حلوان صديقه بقى لأنه مش في الدائرة، فاهم؟ لكن الهدية اللي هتجيله من الدائرة بتاعته دي رشوة ما ياخدهاش، ولو ما فيش خصومة، لأنه ممكن يكون بيدي لك الهدية وبعد كام سنة تحصل خصومة مع اللي أهداك الهدية دي، تلاقي نفسك قلبك ميال لي، فده يعني يزعجك في القضاء. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح، يعني أهل عمله اللي هو الدايرة بتاعته. وإن أهدي إلي وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عاد له بالهدية قبلها حرم عليه قبوله، حرم عليه لأنها صارت إيه؟ رشوة. ويجتنب القاضي القضاء، يعني يكره له في 10 مواضع. طب نقف هنا نكمل الباقي ده بقى إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله، عشان نتكلم عليها ونتكلم على الشهود. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا. أي فضل. كان في حتة اللي هي ولا يقعد القاضي في القضاء في المسجد فوقد فيه كرت فإن اتفق وقت حضوري في المسجد للصلاة من غيرها خصومة لم يكره فصلها، حضرتك قلت فعلها، حضرتك عايز تصلح. فصلها وفعلها ما يجرش، أصل الكتاب ده بتاعتي ظاهر في الجزء الأخير مش مراجع كويس. الطبعة بتاعتي يعني فيها بعض التشويه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.